إنني أشد بهذه المناسبة على أخواني وأبناء العائدين وبكل الحزم والالتزام التام بتعليمات السلطات الصحية الخاصة فترة الحجز الوسي والمنزلي وعدم الاختلاط حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم وعلى سلامة المجتمع بأسره، وكل أمل بأن يكونوا على قدر المسؤولية وتحملها عرفانا ووفاء للوطن ولتجنب المسائل القانونية والإجراءات الجزائية. وإنه وبدون التعاون والتكاتف والالتزام بكافة التعليمات لن يكتب لجهودنا التي نبذلها جميعا النجاح في احتواء هذا الوباء والسيطرة عليه، وستكون لا قدر الله الخسائر في الأرواح عالية وعواقبها على الوطن وخيمة.